السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا. هتكلم النهاردة عن نقطة خاصة بإعادة النشاط الرياضي مرة تانية بعد انقطاع فترة طويلة، سواء كان من خلال بعض النوادي بدأت تفتح أو حتى من خلال مثلا النشاط الرياضي ده في الأماكن المفتوحة مع مراعاة طبعا التباعد الاجتماعي زي ما احنا عارفين. النقطة دي هي عن الإصابات. الإصابات احنا عارفين أثناء الرياضة أو أثناء ممارسة النشاط الرياضي بتبقى حاجة خطيرة جدا، سواء كان على المستوى البدني لانها طبعا بتمنعك عن الحركه تماما، وبالتالي انت بتكتسب وزن اكتر من اللي انت اوريدي اكتسبته اثناء توقفك عن مارسة النشاط الرياضي، بالاضافه لانها ممكن تنعكس طبعا بمشكلات اخطر من كده طبيه يعني على الجسم، واحيانا بعض الناس بتشعر بالاكتئاب نتيجه لانها غصب عنها مش قادره تمارس الرياضه. وعشان اتجنب الجزئيه دي يجب مراعاة واحد فترة الإعداد قبل ما ترجع. مهم جدا تعمل ريفرشمنت لمعلوماتك عن التمرينات، كيفية أدائها بالتكنيك الصحيح، إيه هي العضلات اللي أنت هتستهدفها من خلال كل تمرين. الحاجات دي كلها ممكن تكون أنت كنت عارفها بشكل سطحي أو عارفها بشكل متعمق شوية، وهيفيدك أكتر لو أنت رجعت ألقيت نظر عليه مرة تانية عشان تبقى فاهم أنت بتعمل إيه. رقم 2، لازم تبقى عارف ان اللياقة هتعود بالتدريج. انت لو راجع وعندك طاقة وعندك حماس لانه عايز تعوض كل اللي فاتك وشكلك مش عاجبك طبعا، فده هينعكس على ادائك، ان انت هتكون عنيف شوية في اداء بعض التمرينات. وهنا مش بتكلم بس عن الناس اللي بتمارس التمرينات باستخدام الاوزان، انا بتكلم عن الناس اللي بتمارس الرياضة بشكل عام. العنف ممكن يتم من خلال اي نوع من انواع التمرينات، حتى لو انت بتسبح اثناء السباحة برضه لازم تكون عارف كويس جدا ان انت حركات جسمك كلها لازم تتناسب مع الوزن اللي انت راجع عليه او الهيئة بتاعتك. دي بعض النقاط لو انت راعيتها قبل نزولك النادي او قبل بداية ممارسة الرياضة مرة تانية بعد انقطاع، ان شاء الله مش هيحصل اي اصابات، والتوفيق.